السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم ديز وقصة جديدة. طبعا اللي مو مشترك في القناة يشترك ويفعل جرس التنبيهات ويديني لايك، يكتب لي تحت كومنت بسيط خفيف يفرحني ويشجعني أكمل. واللي ما تابعني في الانستغرام الحين وقف المقطع يا تاج راسي، روح الانستغرام وسوي لي فولو. حسابي في الانستغرام ديز 300 دي زد زد 300. ايش تستنى؟ يلا وقف المقطع روح سوي لي فولو وارجع، انا حستناك. يلا لسه ما رحت؟ وقف المقطع وروح ابني ولا اجيك بالعصاية. نبدأ المقطع. في الحلقة السابقة تكلمنا عن علامات الساعة الصغرى وكيفية حدوثها، نكمل اليوم باقي علامات الساعة الصغرى والعلامات الكبرى بإذن الله. بسم الله نبدأ القصة. في آخر الزمان ممكن نعيش جزء منه، يقل العلم عند الناس ويكثر الجهل فيهم، ويقبض الله عز وجل العلماء فيكثر الجهل في الأمة. في آخر الزمان يكثر الزنا والعياذ بالله، ويكثر الربا، الربا يصير في كل مكان، كل الناس يتعاملوا بالربا وكأنه أمر عادي. في آخر الزمان يكثر شرب الخمور بين الناس. الآن كم انتشرت الخمور؟ أنا ما أتكلم عن بلاد الغرب، لا لا لا، أنا أتكلم عن بلاد المسلمين. سيكون في آخر الزمان، واسمعوا لهذا الحديث، خسف وقذف ومسخ. قيل متى يا رسول الله؟ قال إذا ظهرت المعازف والقينات. الساعة قريبة. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. من علامات الساعة شيء اسمه موت الفجأة. تعرفوا إيش يعني موت الفجأة؟ إنسان جالس ما فيه أي شيء، ما فيه للعافية، ما فيه سبب، ما فيه مرض، ما فيه بأس، لا حادث، لا إصابة، فجأة يجلس يموت، يطيح وتخرج روحه. يكثر في الناس موت الفجأة في آخر الزمان. بالله بسألكم، هل الشيء هذا موت الفجأة يصير الآن ولا ما يصير؟ هل إحنا مستعدين لهذا؟ إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. بعض الناس على باله الساعة، وين تو الناس بدري، ما يدري إنه ممكن هو يدرك العلامات الكبرى. والعلم عند الله عز وجل. من علامات الساعة إنه تتقارب الأسواق. تعرف إيش يعني تتقارب الأسواق؟ يعني في أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان في سوقين، ثلاث أسواق بالكثير، سوق بالمدينة وسوق بمكة، سوق بالشام، سوق باليمن، بعيدة. طيب كيف تتقارب الأسواق؟ اليوم عندك الجوال، تبيع وتشتري في العالم كله، صح ولا لا؟ شوفوا كيف الحكمة النبوية، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يقول عليه الصلاة والسلام الأسواق كلها بتكون قريبة منك. سبحانك ربي، علامة من علامات النبوة. الزمان يتقارب آخر الزمان، تصير السنة كأنها شهر، والشهر كأنه أسبوع، والأسبوع كأنه يوم، واليوم كأنه ساعة. في آخر الزمان رؤى المؤمنين ما تخطئ، يعني تكثر الرؤى اللي تقع وتتحقق. شيء غريب صح؟ كل ما يشوف مؤمن مخلص رؤية وقعت كفلق الصبح، واضح. من علامات آخر الزمان يكثر النساء على الرجال، يعني يصير الرجال نسبتهم أقل من النساء. ليش؟ قالوا الحروب، فيقتل الرجال بكثرة فيصير عدد النساء أكثر من الرجال. من علامات آخر الزمان شفتوا نهر الفرات اللي بالعراق؟ هذا النهر راح ينزل وينزل وينزل، يتناقص حتى يحصر عن جبل من ذهب، يعني يطلع منه جبل من ذهب. والآن الأدلة العلمية طبعا تدل على أن نهر الفرات كل سنة قاعد ينقص، بجفاف، بقلة أمطار، بسدود، ونهر الفرات يتناقص. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لن تقوم الساعة حتى يحصر الفرات عن جبل من ذهب. طيب بالنسبة للثورات، هل لها علاقة بعلامات الساعة؟ احنا ما نقدر نجزم أبدا ان الثورات لها علاقة بعلامات الساعة، لان الأرض توالت عليها الحروب والثورات. هذا موجود من أيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، لكن في آخر الزمان تكون ملاحم كبرى ومعارك في الأرض عظيمة، بتصير المعارك معارك دينية، يكون هناك عهد بين المسلمين والروم، والروم يكونوا أكثر أهل الأرض، واليوم هم فعلا أكثر أهل الأرض. يصير عهد بين المسلمين والروم لقتال عدو من ورائهم. سؤال، من هذا العدو؟ دائما النبي صلى الله عليه وسلم يبين ويخبر أن الفتن تأتي من جهة المشرق. الله أعلم إيش هو مشرق المدينة ومن هذا العدو؟ ممكن تكون الصين، ممكن روسيا، ما ندري، الله أعلم. قريب بعيد عدو يقاتل المسلمين والروم، فينتصر أهل الإسلام مع الروم على هذا العدو. هنا يبدأ المؤشر، وهنا تبدأ علامات الساعة الكبرى بالظهور، وكأن المسبح انقطعت وبدأت الخرزات تطيح، تيجي علامات الساعة الكبرى كلها وراء بعض. بعد النصر يغدر الروم بالمسلمين كعادتهم، ينكث العهد دائما. هنا يبدأوا بقتال المسلمين
وتبدأ الملحمة الكبرى، لكن هذه المرة عزة المؤمنين وإيمانهم بربهم يخليهم ينتصروا على الروم، وإذا بأهل الإيمان يتقدمون ويتقدمون في الفتوحات وتحصل معارك عظيمة. أثناء تلك المعارك يخرج رجل من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، اسمه كاسم النبي عليه الصلاة والسلام، اسم أبوه زي اسم أبو النبي عليه الصلاة والسلام، محمد بن عبد الله أو يشبهه، حسني، فاطمي، علوي، من أبناء الحسن بن علي رضي الله عنهم أجمعين، من أبناء فاطمة رضي الله عنها، من أشراف الناس ومن كرام البشر، يصلحه الله عز وجل فجأة وقد امتلأت الأرض ظلما وجورا. يبايع هذا الرجل، يدفعه الناس دفع ليبايع بين الركن والمقام عند الكعبة. الكثير من الناس ادعوا أن هم المهدي، خرجوا وسيخرجوا، وكل يوم يطلع لنا واحد يقول أنا المهدي. إيش درانا إذا طلع إنه هو فعلا المهدي الموعود؟ إذا بايع الناس تجيها الأمم من كل الأرض، من الشمال، من الجنوب، من المشرق، من المغرب، يأتون أفواج وأمم يبايعوا على القتال في سبيل الله ونصرة الإسلام. ولكن في ذلك الزمان يرسل جيش من الشمال إلى مكة، ليش؟ لقتال من؟ لقتال هذا المهدي. فيخسف الله عز وجل بهذا الجيش من أوله إلى آخر، الجيش كله ربي يخسف بالأرض، حتى المجبور منهم يخسف به الأرض ويبعثون على نياتهم. إذا سمعت بهذا الخسف لهذا الجيش الذي سيقاتل هذا الرجل فتأكد أنه هو المهدي. وقتها يبدأ القتال في سبيل الله، تتكسر الحدود وتزول كل الفوارق، يصيروا كلهم أمة واحدة وجسد واحد، مسلمين وكفار، فسطاطين لا ثالث لهما، ما في ثالث، ما في واحد يندس بين أهل الإيمان. ويبدأ القتال مع الروم ويتوجه إلى القسطنطينية، إلى تركيا، وتدخل الجيوش وجيوش الإسلام وتفتح القسطنطينية، ثم تتوجه هذه الجيوش إلى أوروبا، وتصل هذه الجيوش إلى مدينة في أوروبا تسمى رومية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم وبهذا اللفظ رومية، يعني إيش؟ يعني روما. يعدهم صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة بأنها ستفتح حتى بدون قتال، مدينة النصارى عاصمتهم ستفتح في آخر الزمان. حتى إذا وصل المسلمون إلى أوروبا وإلى وسط أوروبا صاح فيهم منادي، الشيطان وقتها يتمثل على صورة إنسان، يناديهم يقول لهم الدجال خرج. طبعا هم مجاهدين، من في بيوتهم؟ عيالهم وأهلهم، كل واحد سايب أهله وعياله، والدجال مو شيء سهل، أعظم فتنة تمر على الأرض كلها، فيتوقفون. طبعا وقتها ما كان الدجال خرج، لكن الشيطان صاح فيهم عشان يوقفوا فتوحات، فيرسل القائد في ذلك الزمان 10 فرسان يرسلهم عشان يتأكدوا من خبر خروج الدجال، والناس على الخيول، والله أعلم يمكن تكون خيول حقيقية ويمكن يكون بس لتقريب الصورة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام عن 10 الفرسان اللي يروحوا للجزيرة عشان يتأكدوا إذا طلع الدجال ولا لا، يقول أعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، هم خير فوارس على وجه الأرض يومئذ، يعني هم خير الفرسان على وجه الأرض في ذلك الزمان. يرجعوا يتأكدوا، لما يرجعوا يخرج الدجال، يعني الدجال وقت ما صاح فيهم الشيطان ما كان خرج، لكن هذول الفرسان 10 لما رجعوا عشان يتأكدوا من خروج الدجال وقتها يخرج الدجال فعلا. الحين كل واحد وين يروح؟ يروح عند أهله، يحفظ أهله وعياله، خلاص هذا الدجال، هذه فتنة، وما في فتنة أعظم منها على الأرض، ومن يقدر يواجهه أصلا؟ يمكث الدجال في الأرض 40 يوم، أول شيء يدعي النبوة، بعدين يدعي الألوهية والربوبية، يخرج بين العراق والشام، منطقة بين سوريا والعراق، يخرج منها ويخرج معه اليهود من أصبهان، منطقة في إيران، يخرج منها 70,000 من اليهود يقاتلوا مع الدجال، ويجول الأرض كلها 40 يوم، ما يسيب أرض إلا ودخلها، إلا مكة والمدينة ما يقدر يدخلها. أول يوم كسنة، ثاني يوم كشهر، ثالث يوم كأسبوع، وباقي الأيام زي أيامنا العادية. فتنة عظيمة، كل واحد في بيته، كل واحد خايف على أهله وعياله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللي يسمع فيه بأرض فلينأى، يعني يطلع يروح أرض ثانية لا يواجهه أبدا، وإذا واجهته استعيذ بالله واقرأ فواتح سورة الكهف، حفظوا عيالكم سورة الكهف. صح أنه أعور ومنظر وشكله مخيف، وأنه مستحيل الإنسان يظن أنه ممكن يكون هذا ربه، لكن بما أعطاه الله من فتن، يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، بل يأمر الميت أحيانا فيخرج من قبره، وإذا كفر به الناس أدخلهم النار. يظن الناس وقتها أن هذه نار فعلا، لكن هي جنة، ويدخل من آمن به الجنة، يشوفوا الجنة بعيونهم، يظنوا أن هي الجنة لكن هي نار. فتنة عظيمة، شيء مخيف وخطير، مو الإنسان يواجهه بسهولة، الأصل أنه يهرب ما يواجه، وإذا واجهه يقرأ عليه القرآن وفواتح سورة الكهف. تروح المدينة لا تقول والله أنا بروح أتخبى فيها، لا والله، المدينة إذا كان فيها منافق تهتز الأرض وتخرج كل المنافقين من المدينة، الدجال يروح لكل مكان إلين ما يجي المدينة، الملائكة تمنع من دخول المدينة بالسيوف،
يشوف من بعيد، يشوف المسجد النبوي. بس الحين بسألكم سؤال، المسجد النبوي ترى كان غرفة صغيرة، بيت صغير وحوله بيوت، هل كان يبان من قبل 1000 سنة مثلا من خارج المدينة؟ ما كان يبان، كان بيت صغير، كيف يشوف الدجال وهو خارج المدينة؟ لكن اليوم يبان. إيش يقول الدجال؟ يقول هذا القصر الأبيض، متى صار بشكل قصر؟ في السنوات الأخيرة. والعلم عند الله عز وجل، إحنا ما نجزم إنه نفس الهيئة الموجودة الآن هي اللي راح يشوفها الدجال. الدجال يجول الأرض، الناس مو عارفة إيش تسوي. يجتمع المهدي وقتها مع أهل الإيمان وين؟ يجتمعوا في دمشق، يجمع المهدي المؤمنين الأبطال في دمشق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في المسجد الشرقي في دمشق، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم حدد وين مكان المسجد بالضبط، يعني حيكون في مسجد في دمشق يجمع المسلمين هناك عشان يتجهزوا لمواجهة اليهود والدجال. الدجال وين راح؟ راح لفلسطين، اجتمع مع اليهود هناك، مقبرتهم هناك، اجتمعوا فيها هناك. سبحان الله، كأن الأمر يعد. فجأة وهم رايحين لصلاة الفجر، رايحين يصلوا في هذا المسجد، يسمعون تكبير، يسمعوا تكبير، الله أكبر الله أكبر، الناس تكبر في المسجد، يكبروا خارج المسجد. إيش اللي صاير؟ جاءكم الغوث، جاءكم الغوث. إيش صاير؟ عيسى بن مريم نزل، الله أكبر، نزل لأنه ما مات، رفعه الله عز وجل، وسينزل آخر الزمان. هذا دور عيسى بن مريم، هذا وقته الآن عليه السلام، ينزل على جناحي ملك ورأسه يقطر من الماء، ينزل في المسجد. والناس وقتها كانوا يصطفوا عشان يصلوا الفجر، وقتها المهدي يتراجع عشان يقدم عيسى ابن مريم للصلاة، فيقول عيسى عليه السلام لا، يقدم المهدي ويخليه هو اللي يصلي، تكرم لهذه الأمة. وبعد الصلاة شوفوا أي صلاة، صلاة الفجر، لأنه مو أي واحد يصليها، يصليها أهل الإيمان. يقوم الناس بعد الصلاة يستعدوا للمعركة الكبرى، للمعركة العظمى. مين يقودهم؟ عيسى ابن مريم. وين رايحين؟ من دمشق إلى فلسطين لتحريرها وفتحها. يذهب عيسى ابن مريم ومعه جيش الإسلام، والدجال كن مع اليهود. فإذا رأى الدجال عيسى عليه السلام، وهذه كرامة لعيسى عليه السلام، إذا رآه يبدأ يذوب، يذوب الدجال، يتحلل. لكن الله يمكن عيسى عليه السلام من الدجال، فيضرب برمحه ويقتل الدجال، فيكبر أهل الإيمان ويهرب اليهود. ضجت الأرض باليهود، سئمت الأحجار والأشجار منهم، فإذا بهم ينطقون يا مسلم تعال فاقتل هذا اليهودي ورائي، فيقتلهم أهل الإيمان وينتصر الإسلام، ويفرح المؤمنون في ذلك الزمان. يجلس عيسى عليه السلام 7 سنين، لكن بعد النصر يجيهم خبر مفجع، يا عيسى حرز عبادي، أخرج عبادي الآن بسرعة بسرعة إلى الجبل. ليش يا رب؟ وين نروح؟ وش اللي صاير؟ قال الله إني أخرجت عبادا لا يداني لأحد بقتالهم، يعني في خلق طلع لا أنت ولا الجيش تقدروا عليهم، من هم هذول القوم؟ حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، مثل الموج كثيرين بين الجبال بين الوديان بين الأشجار بين البيوت، من كل مكان يطلعوا وهم من كل حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا. هنا يبدأ يأجوج ومأجوج يسيروا في الأرض، لا يدعون يابسا ولا رطبا ولا أخضر، بل بحيرة كاملة، بحيرة طبرية يمر عليها وما يبقى فيها ولا قطرة ماء. قوم يفسد في الأرض كلها، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. تبغى تقول لي إيش في الأرض؟ وين الأسلحة؟ وين الجيوش؟ يا جماعة كل شيء تغير، نواميس الكون كلها قامت تختل، الكون يضطرب. وعيسى عليه السلام مع أهل الإيمان فوق الجبل يدعو الله، الأكل خلص، الشراب خلص، وجالسين يدعو الله عز وجل. في ذلك الوقت عيسى عليه السلام يقول لي اللي معاه مين ينزل يشوف لنا خبر اللي يصير تحت؟ كلهم خايفين، بيطلع واحد أفضل واحد فيهم، ينزل ويكتشف أن الله عز وجل قد أرسل على يأجوج ومأجوج دودة، دودة صغيرة تدخل في أذانهم وفي أنافهم وتصرعهم كصرعة واحدة وتقتلهم جميعا، صرعة كنفس واحدة. ينزل يشوف كل يأجوج ومأجوج مقتولين، يروح لعيسى بن مريم فيبشره، فينزل أهل الإيمان، الله أكبر. هنا بدأ فرح آخر ونصر آخر جديد، لكن الأرض انتنت، الريحة والجيفة أفسدت الأرض وما عليها. فيدعو عيسى بن مريم وأهل الإيمان الله عز وجل أن ينظف الأرض من نتن يأجوج ومأجوج بعد ما ملأت رائحتهم النتن كل الأرض. وقتها تيجي طيور وتشيلهم لبعيد، وينزل مطر فيغسل الأرض. وبعدها يحكم عيسى عليه السلام بالإسلام وبشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، فيقتل الخنزير ويكسر الصليب وينتشر الخير ويسلم الكثير من أهل الروم، لأن عيسى بن مريم الذين كانوا يظنوا أنه إله وابن الله صار نبيا وعاد، ينتشر الخير. 7 سنين يحكم عيسى عليه السلام ثم يموت، ثم يعود الناس مرة أخرى بعد زمن إلى الضلال وينتشر الكفر مرة أخرى حتى تخرج الدابة. الدابة تكلمنا عنها في مقطع سابق، راح أحط لكم فوق في علامة التعجب
اللي ما شافه يروح يشوفه. بعد خروج الدابة يأتي دخان عظيم يخنق الناس، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، يغشى الناس هذا عذاب أليم، يغطي كل الناس، تكثر الفواحش، تكثر المعاصي، وتكثر الفتن في الأرض، حتى تظهر ثلاثة خسوفات: خسف عظيم في المشرق، وخسف عظيم في المغرب، وخسف كبير في جزيرة العرب. وقتها الأرض تأذن بالزوال، وتخرج علامات وفتن، كثير من الناس ما يعرفوا كيف يتصرفوا وقتها. أهل الإيمان يزدادوا إيمان، وأهل الكفر يزدادوا كفر، إلين ما تخرج علامة، علامة إذا خرجت يقفل عندها باب التوبة نهائيا، لا يقبل الله بعدها توبة تائب. فجأة يصحى الناس، الشمس مو طالعة من المشرق، طالعة من المغرب. الحياة تستمر، لكن ثلاثة أيام تطلع الشمس من المغرب. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. عشان كذا كان يحذر النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنسوا هذا الموقف، توبوا، ترى فجأة في ذاك الزمان يشوف الإنسان الشمس طلعت من مغربها، خلاص راحت عليه، والله لو يبكي دم خلاص ما راح ينفع شيء. بعدها يكثر الكفر بين الناس، وتأتي ريح من جهة اليمن، جهة الجنوب، ريح طيبة فتقبض كل المؤمنين، عشان ما يبقى على وجه الأرض إنسان يعرف الله عز وجل. وقتها ترفع المصاحف، خلاص ما حد يحفظ القرآن ولا حد يعرف القرآن، حتى كلمة لا إله إلا الله ما حد يعرفها ولا يعرف معناها. الكفر ينتشر في الأرض، ما يستحق الحياة، خلاص تهدم الكعبة والمدينة، تهجر والمصاحف ترفع والدين يرفع والعلم يرفع ولا يذكر الله عز وجل في الأرض. هنا في هذا الوقت بالذات تخرج نار عظيمة من جهة اليمن، نار كبيرة، وتبدأ النار تنتشر في الجزيرة. يهربوا من الجنوب إلى الشام، أرض المحشر والمنشر، النار تحشرهم، بعض الناس يطيح، النار تاكله، يعني بعضهم ما يلحق والنار تحرقه، واللي يلحق يلحق. من يبقى في الأرض ذلك الزمان؟ يبقى في الأرض شرار الخلق، وقتها ما في لا مؤمن ولا موحد ولا من يعرف الله أصلا، كل الحدود قد انتهكت. أسوأ ناس خلقهم الله في ذلك الوقت. يأذن الله لنافخ الصور إسرافيل أن ينفخ، انفخ الآن، كل من عليها فان، ينفخ إسرافيل، فما يبقى على وجه الأرض أحد حي، لا إنس ولا جن ولا طير ولا وحش ولا حيوان ولا حشرة ولا دابة، كل حي يهلك، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إيش اللي يصير بعد النفخة الأولى؟ ترى في نفخة ثانية، هذه الأحداث اللي بتصير ممكن نسويها في حلقات قادمة. الحين بيطلع لكم فوق تصويت إذا حابين أسوي حلقة عن إيش اللي بيصير بعد النفخة الأولى، وإيش الأحداث اللي بتصير بعد ما يموت كل الناس على الأرض. أحداث بتصير والناس ميتة؟ إيوه والناس ميتة، في أحداث بتصير قبل ما يبعث الناس إلى ربهم. لكن إحنا اليوم قاعدين نشوف العلامات حولنا، إحنا اليوم ممكن نكون في إرهاصات وعلامات الساعة الكبرى، والعلم عند الله وحده، إحنا ما ندري. الساعة اقتربت من أيام النبي صلى الله عليه وسلم، السؤال هل إحنا مستعدين لهذه الأيام؟ هل إحنا جاهزين بصلاتنا، بقرآننا، بعملنا الصالح، بتوبتنا؟ ترى أنا ما أقول لك لا تدرس ولا تشتغل، أنا أقول لك لو سمعت نافخ الصور وفي يدك فسيلة فلتغرسها، سوي، أبني، عمر في الأرض لآخر لحظة. أنا ما أقول لك وقف، بالعكس أعمل لهذه الدنيا وعمرها، لكن لدينك وآخرتك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، وش سويت لهذا اليوم؟ انتبه يا مؤمن، أنت انتبه وانت انتبهي. عيالك جهزهم، هل استعديت معهم؟ علمتهم، حفظتهم القرآن، حفظتهم سورة الكهف، قلت لهم إيش هي علامات الساعة عشان ينتبهوا، يمكن يعيشوها، يمكن يلحقوها. أنا أدري في بعض الناس اليوم من الملحدين والعلمانيين يضحكوا على هذه الكلمات، أدري، لأن قلوبهم خاوية من الإيمان. إحنا نتكلم لأهل الإيمان بس، أما الملحدين وغيرهم لكم دينكم ولي دين. أنا أقول لأهل الإيمان لنستعد لهذه اللحظة، لا نصير زي اللي قال فيهم الله عز وجل: ترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، بل وهم مستعدون، جاهزون، متهيئون لهذه اللحظات، بتوبة صادقة وعلم نافع وعمل صالح واستعداد لهذا اليوم بإيمان قوي ثابت وراسخ. أسأل الله عز وجل أن يثبتنا على طاعته وعلى الإيمان، وأن لا يميتنا إلا على الإيمان بالله جل وعلا، وعلى الإسلام، وعلى الإيمان بالله وباليوم الآخر. وبكذا انتهينا من قصتنا، وانتهينا من رواية علامات الساعة وكيفية حدوثها. لا تنسوا اللايك والاشتراك، وفعلوا جرس التنبيهات، وأهم شيء اللايك، لأن كل ما زاد عدد اللايك اليوتيوب تقترح هذا المقطع لمشاهدين أكثر. تعمل الفائدة، الناس كلها تعرف، الناس تسمع، يعرفوا شيء علامات الساعة وكيفية حدوثها. فمان الله.